السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن ادوب كاركتر انيميتور، وده برنامج يخليك تعمل الشخصيه بتاعتك وتتحرك، انت تتكلم وهو يتحرك. طيب دي الشخصيات اللي موجوده، وطبعا تقول له سي مور يروح فاتح لك النت وتشوف شخصيات كتير جدا تقدر تحمل منهم، يعني عدد غير ملوش نهايه. طيب خلينا مثلا نختار الشخصيه ديت. بص انا اي حركه بعملها هو نفسه بيعمل نفس الحركه دي، تمام. طيب هقول له ريكورد فيس اند فويس، هو في الاخر هيلغي الفيديو بتاعي لكن الحركه بتاعتي هتبقى موجوده في الشخصيه دي، تمام. ممكن نقول له ريكورد. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيب بعد كده ممكن بقى تبدا تزود ان هو مثلا يعمل حركه معينه. بص هنا قلب مثلا، هسحبها وابدا احطها هنا، تمام. وتقدر تتحكم في المسافة اللي القلب هيظهر فيها قد ايه. ممكن مثلا علامة استفهام تبدأ تحطها مثلا هنا، تمام. فلما تيجي تشغل السلام عليكم كيف حالكم. طيب هاجي اقول له بقى اكسبورت وصدر لي الفيديو دوت اهو، هيروح مصدره للفولدر ويفتح الفولدر بحيث ان انت تقدر تاخد الفيديو. تقدر الفيديو دوت تكون انت بتشرح حاجة معينة تروح رفعه على الانترنت، تمام، وتعمل يوتيوب وتعمل انستجرام والفيسبوك، بس محدش يعمل حاجات هبله وعبيطه. طيب خليني اعمل حاجه تانية، هاجي هنا اختار برضو، خلينا نغير الشخصيه وليكن مثلا اختار الراجل دوت. تعال نشوف بقى عم مارك دوت. طيب لو جينا هنا هتلاقي ان انت تقدر تختار في الحجم بتاع الشاشة. طيب هنا ممكن تغير الخلفية، انا هختار الخلفية تكون سوداء تماما او خضراء تماما، يعني حاول تختار لون موحد بالشكل ده، تمام. وهنعرف ليه بعدين. وحاول تختار يكون لون مخالف للي هو لابسه، لذلك اغلب الناس بتحب تختار اللون الاخضر لان يعني نادر لما تلاقي حد لابس حاجة زي كده. هنا بقى تدخل في السيتنج، عايز اني كاميرا لو في اكتر من كاميرا، الاوديو سيتنج. طيب خلي ممكن تعمل امبورت ريكورد، يكون انت مسجل ملف صوت فترفع ملف الصوت. طيب هقول له ريكورد فيس اند فويس، السلام عليكم كيف حالكم، انا اسمي عمر سليم، انا اتحدث اليكم الان، هذه هي قناتي، يمكنكم الاشتراك بها. بعد كده فينش ريكورد، وتبدأ بقى تشوف لو في حاجة معينة اهي هتضيفها من الشكل دوت اهو. بنديه شوية حركة. بعد كده خلينا اصدر الفيديو دوت. طيب قبل ما اصدر انا عايز اعمل حاجة، خليها كده لحد هنا مثلا. طيب اقول لك سبورت. السؤال بقى ليه انا عملت الخلفيه لون واحد؟ عشان اخد الشخصيه دي واحطها عندي في فيديو زي كامتازيا او اي برنامج، يعني اللي انا بقوله ده ينفع في اي برنامج مونتاج، او ظهر لي الفيديو كل اللي انا هعمله. هبدا اسحب الشخصيه الجديده كان اسمه مارك اهوت، فظهر عندي هنا، تمام. طيب انا ملاحظ الخلفيه مغطيه على الشغل بتاعي، تمام، زائد ان ده عنده صوت وده عنده صوت، فالصوتين هيخشوا في بعض. طيب اعمل ايه؟ طيب هنا الصوت ده هاجي هنا واقول له سايلنت اوديو، انا مش عايز صوت للشخصيه دوت. طيب الخلفيه بقى عايزين ان احنا نلغيها، فبتلاقي حاجه اسمها ريموف كلر. ريموف كلر هبدا احطها هنا، فبيقول لي ايه اللون اللي انت عايز تشيله؟ انا طبعا عايز اشيل اللون الاخضر. ممكن حتى تبدا تتعلم كده اهو، بقى دي الشخصيه دي مفيش اللون اللي كان موجود فيها كده، تمام. طيب نقدر ان احنا مثلا نصغره شويه اهو. طيب تعالى بقى نشغل الفيديو. السلام عليكم، موقع متخصص في تحويل اي تكست انت هتكتبه. انا بتكلم والراجل بيبدا ان هو يتحرك. طيب عايز تبدا تكرر على اساس ايه ان هو يبقى موجود الفيديو بالشكل دوت،
وفي شخصيه قرصان كنت عملته من شويه. انا مو عايز من قرصان. تمام طيب بس كده انت تقدر تعمل فيديو وتقدر ان انت تستمتع بيه.